ثم نقول له offset ثم أقول له 5 وانتر 5 انتر كبر اضغط هني كليك واحد لتحت وواحد لفوق وكذلك السهم او الخط اللي بالنص واحد فوق وواحد تحت كل اللي سويته بأوفست واحد 5 لفوق و5 لتحت وبعدين واحدة يسار وواحدة يمين اوكي لاست اللي هو اوفست 10 نضغط هني كليك ونضغط هني كليك ثم نشيل الخط اللي بالنص وخلونا نقص نبلش في القص اضغط على ترم رايت كليك قص اللي هني قص اللي هني وقص اللي هني طبعا انا غلط قولوا لي ليش غلط لان انا المفروض ما اقصر بالنص ممتاز اقص المفروض اللي هني ثم اقص اللي هني عشان يقص اللي بالنص صح وصار عندك شكل الشباك بهذه الطريقه